أنا حاب أتحدث عن قطاع الرياضة وقطاع الشباب بقضاء رحاب. إحنا بصراحة نعاني من مشكلة كبيرة بالنسبة لقطاع الرياضة، أنه لا يوجد أي متنفس في قضاء رحاب، وزي ما تفضل الأخوان إحنا يعني قضاء كبير طبعا، والشباب وفوا بالموضوع هذا. بس أنا بعرف أنه في عندكم نادي هون. إحنا موجود عندنا نادي، والشباب صوروا والصورة تتحدث يعني بالنسبة لوضع النادي. عدا عن ذلك أنه لا يوجد عندنا أي متنفس ولا أي ساحة رياضية ولا أي ملعب في القضاء كامل. خاطبتوا طالبتوا بوجود ساحات رياضية؟ طالبتوا يعني بتفعيل دور النادي والأنشطة الرياضية؟ إحنا خاطبنا وطالبنا ووصلت رسالتنا لكل المسؤولين. مين اللي خاطبتوا بالتحديد؟ يعني الوزارة مثلا؟ رئيس المجلس الأعلى للشباب والمحافظ عن طريق مدير القضاء. وزي ما تفضل الأخ إحنا طلعنا اعتصامين سلميات ووصلنا مطالبنا للمسؤولين، وكمان زارنا جلالة الملك بقضاء رحاب وأمر ببناء النادي وبمجمع رياضي، لكن المسؤولين ولا واحد بهم استجاب لهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك تجي مكان. متى كان هذا الكلام آخر شيء؟ آخر يعني زيارة لكم لوزارة والمجلس الأعلى للشباب؟ تقريبا 2009. بالإضافة إلى ذلك أجا مكرمة كمان من المجلس الأعلى أو أتوقع من جلالة الملك لمحافظة المفرق، وتم توزيع المجمعات الرياضية والصالات المغلقة حسب الوساطات، لأنه إحنا بصراحة الوساطات عندنا صارت تمس مش الأشخاص، صارت تمس المطالب العامة. أنت عندك مطلب عام معك واسطة بتحقق هذا الشيء، أنت ما عندك ما بتحقق هذا الشيء. فإحنا حتى إحنا شباب هالبلد وأطفال الشباب وهالبلد قاعدين يستغلوا الفرصة اللي تخف بها الحركة على الطريق الرئيسية حتى يتخذوا من الشارع الرئيسي ملعب لهم، لأنه لا يوجد. وأنا أتحدى أي مسؤول أنه يعطينا أي وجود لأي ملعب أو متنفس للشباب في قضاء رحاب. إذن والآن معنا على الهاتف الأستاذ محمد الخوالدي مدير شباب المفرق. صباح الخير أستاذ محمد، يعطيك العافية. صباح النور، الله يسعد صباحكم. شكرا على تجاوبك معنا. أستاذ محمد، يعني شباب المنطقة شباب رحاب بلا ملعب رياضي بلا ساحات رياضية، مسؤولية من؟ سيدي بالبداية أنا أحب أشكركم لاهتمامكم موضوع الشباب وشباب الوطن الأعزاء على قلوبنا. واجب. بالنسبة لنادي رحاب أنا سمعت الملاحظات. أول شيء هم عندهم مبنى نادي ملك. بالنسبة ليحكي عن متنفس الشب وعن ساحات رياضية وملاعب، الآن دور البلدية عندهم أنه تخصص قطعة أرض أو من أملاك الدولة، وإحنا كوزارة شباب أو سابق لما كان مجلس أعلى الشباب يعني ما توانينا ولا لحظة. بالعكس الآن تم يعني تقديم ملاعب عن طريق وزارة التخطيط اللي هي ملاعب خماسية منجلة. بالنسبة لمخاطباتهم هو يتحدث الأخ صحيح في مخاطبات، لكن إحنا كمجلس أعلى أو كوزارة شباب إحنا ما عندنا أرض اللي ممكن نقدمها. اللي أعرفه أنا إنه في عندهم هم يطالبوا من البلدية من سنتين قطعة أرض دنمين، ووافقت لهم بلدية رحاب مشكورة، والمجلس الأيام ما كان مجلس أعلى للشباب خاطب وزارة البلديات لكن أجل رفض من وزارة البلديات. للأمانة المنطقة الغربية بشكل عام نعم لا يوجد بها ملاعب رياضية. قد يجوز أنه بعض الأندية لديها ساحات بسيطة أو نادي المنشية نادي ممتاز بالمنطقة الغربية نعم يوجد لديه ملعب خماسي. نعم يعني بشكل عام. نعم تفضل تفضل. الآن مكارم جلالة سيدنا سيصار إلى إقامة ملعب في منطقة نائية بالبادية الشرقية منطقة أم القطين. نعم. كذلك ملعب في منطقة السما السرحان، ومجمع رياضي في منطقة منشيت بني حسن المنطقة الغربية. نعم. ومجمع رياضي في منطقة بلعمة المنطقة الغربية. نعم. تم طلب هذه الطلبات بآخر زيارة لجلال سيدنا لمحافظة المفرق للمنطقة. نعم. عفوا بالنسبة لحكى الأخ أنه قبل بزيارة لسيدنا الأرحاب يمكن قبل سنتين أو ثلاثة كان في مطالبات، قدم سيدنا مشكور الله يطول عمره مبادرات من مبادرات جلال سيدنا، أقام مركزين شبابيات نموذجية في نعم. قضاء رحاب لا يوجد لهم مثيل يعني في محافظة المفرق كاملة للشباب والشابات، ومركز نعم. الشباب ومركز نعم. الشابات. وكذلك حصل الباص في نهاية السنة الماضية تحديدا نعم. شهر 10 على باص مكرمة من مكارم جلال سيدنا.
نعم. يعني اذا هي يعني اذا هي استاذ محمد يعني كما فهمت من كلام حضرتك بانه مسؤوليه مشتركه ما بين الاهالي وما بين البلديه التي تقوم بتخصيص ارض، ومن ثم انتم يعني بصف عليكم الباقي لانشاء الملعب. يا سيدي احنا جاهزين، بالعكس قاعدين الان نعمل دراسات ورفعناها لوزاره الشباب وتم التنسيق مع وزاره التخطيط. اي نادي يمتلك قطعه ارض ممكن يعني الانشاء ملعب ولو بسيط خماسي، نعم، سيتم رصد مبلغ ان شاء الله على الموازنه 2012 او 2013 لانه العدد كبير، ليصار الى ايجاد ملاعب او متنفس لكل الشباب في كل مناطقهم. نعم. استاذ محمد الخوالده مدير شباب المفرق، شكرا جزيلا لك. شكرا.